يقول: رجل طلق زوجته وهي حامل منه، وبعد أن وضعت رزقها الله بابن فحضنته وقامت على تربيته ورعايته حتى كبر وتزوج دون أن يقدم له والده أي مساعدة أو نفقة، فهل يجب عليه الإحسان إلى والده وبره وإن لم يقم على رعايته ولم يذق منه طعم حنان الأبوة وشفقتها أم لا؟ نعم، يجب على الولد حق لوالده ولو كان الوالد قصر في تربيته والنفقة عليه، لأن كل من الوالد والولد له حق على الآخر، فإذا قصر الوالد في حق الولد فإن عليه ما تحمل ويأثم بذلك، لكن لا يسقط حقه على الولد، فعليه أن يبر به وأن يحسن إليه، ومطلوب من المسلم أن يحسن إلى من أساء إليه ولو كان غير والده. نعم. ادفع بالتي هي أحسن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. مطلوب من المسلم أن يقابل الإساءة بالإحسان مع الناس، فكيف مع والده؟ يكون الأمر آكد في هذا. نعم. جزاكم الله.